السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما بسطت اوتوكاد بلان 3 دي بينزل ثلاث ايقونات بالشكل دوت. الاوتوكاد بلان 3 دي هو ده اللي بيفتح لك الواجهة بتاعت البلان اللي بتشتغل عليها. في سبيكس اديتور ده اللي بيعمل تحرير او بيعمل امكانية تعديل على السبيكس اللي عندك. في الريبورت ده اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة، ده يقدر يعمل لك الريبورت. هقول مثلا البروجكت، هختار المشروع اللي انا هشتغل عليه وليكن المشروع دوت، هيبدأ يجيب لي كل الملفات الموجودة في المشروع. تمام، ده البروجكت داتا، أو أختار دروينج داتا وأبدأ أختار عناصر معينة. أنا دلوقتي عايز البروجكت داتا كلها. طيب أنت عايز تقرير عن إيه؟ دي التقارير اللي موجودة وعندك حاجة اسمها نيو، يعني تقدر تعمل تقرير غير التقارير دي كلها. طيب هقول له مثلا عايز إكيوبمنت ليست، أقدر أقول له بريفيو فأبدأ أشوف الحاجة، أو أقول له اطبع بسرعة فأقول له بريفيو هنشوفها. ومن داخل البريفيو تقدر تطبع الحاجة اللي انت عايزها. دي التاجات اللي موجودة، دي المعلومات المتوفرة. تمام، طيب ممكن تيجي تقول له انا عايز اعمل ايديت، فبيقول لك عايز تعمل ايديت ليه؟ اقول له مثلا ايديت كويري، فتبدأ تشوف ايه العناصر اللي انت عايز تضيفها. مثلا انا عايز ازود دي مثلا معاها. ده بالنسبة للبي اند اي دي. الدرونج هيبدأ يجيبها لك. البلان 3 دي كلاسز تقدر تختار العناصر اللي انت تقدر تضيفها هنا. وهنا دي بقى العناصر اللي تحت ال equipment بالشكل دوت. تقدر تعمل تيست تشوف النتيجة هتطلع ازاي بالشكل ازاي اهي. طيب اقدر اقول له اوكي. طيب انت عايز وان ريبورت للمشروع، تقرير للمشروع كله، ولا اللوحة لوحة، ولا كل اوبجكت يبقى ليه تقرير؟ خليها المشروع كله. التارجت بتاعك عايز تطبع على طول، ولا بي دي اف، ولا اتش تي ام ال، هايبر تكست مارك اب لانجويج، ولا ام اس سي برضه حاجه تبع النت، صفحات الانترنت، تكست سي اس في، اكسل، اكسل ار تي اف، ايمج فايل، زي ما انت عايز. المسار اللي هتصدر للفولدر، ولو موجود قبل كده تلغي القديم وتخلي الجديد، تعمل اوفر رايت. عايز كل الريبورت في ملف واحد، عايز يظهر لك الشاشه بتاعت الاوبشن كل ما يجي يطبع، اقول له كانسل. وبعد كده نشوف السيتنج، يقول لك اللوكال بتاع الريبورت ده جنرال، ولا في قلب البروجكت هيزود ريبورت فايل ويحطها، دي كويسه، او كاستم باست تبدا انت تختار مسار مختلف للموضوع دوت. تمام، طيب انا هاجي هنا واقول له edit report layout، سيبناها للاخر عشان نبدا نتكلم فيها براحتنا. طيب بيفتح لك الشاشه ديت، تقدر تقول له انا عايز اوسع على نفسي كده شويه. طيب عايز تزود اي ليبل، تقدر تزود اي ليبل بسهوله، تقدر تعمل شيك بوكس بسهوله، تقدر تعمل ريتش تكست تحط كلام كتير، يعني عايز ترغي بقى براحتك. تيبل عايز تحط جدول معين بالشكل دوت، تقدر تعدل فيه وتعمل اي تعديلات انت عايزها. طيب لو انت عايز بقى تحط معلومه معينه تتقري اوتوماتيك، هدخل هنا على الفيلد ليست وابدا بقى اسحب. بس ايه ده؟ الاسر اللي عمل الملف. طب ده الديسكريبشن، يبدا يحط لك المعلومات وهي هتتقري اوتوماتيك. يعني هنا مش هيجيب لك في التقرير درونج اسر، لا هيجيب لك مين الشخص مالك الوثيقه ديت. تمام، وهتلاقي هنا الشاشات قريبه من الاكسل، يعني حاجات كات وكوبي ومحاذاه، يعني الحاجات اللي هي ايه البسيطه ديت. تمام، ده برنت بريفيو هيوريك شكل الطباعه هيبقى عامل ازاي، فبيبدا يشوف التقرير هيطلع ازاي. تمام، ده ال HTML فيور هيوريك على في ال HTML هيبقى عامل ازاي. تقدر تعمل فايند، تقدر تعمل فورورد وباك، هوم، ريفرش،